أعزائي المشاهدين، حياكم الله معنا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معنا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي اللي يتحفنا كل يوم في مكتبته وما تحتويه المكتبة من 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 مقتنيات جميلة جدا ومن صحف ومجلات وصور. احنا خصصنا يمكن في الحلقة جزء من الحلقة اللي هو آخر الحلقة سميناها تجوري، يعني من الشغلات اللي شفناها شغلات نادرة صراحة. أنا أشهد بوجهة نظري الشخصية، يعني أنا ما أتكلم عن غيري، أن أبو غازي عنده مكتبة ما عمري شفت مثلها بالكويت صراحة، تحتوي على جميع الصحف وتوثيق. بالنسبة للرياضة أنا أشوف هم بعد في شغلات غير الرياضة، لكن أنا أدور المجال اللي خصنا. أبو غازي مساك الله بالخير. مساك الله بالنور يا أبو فهد، وأشكرك يعني على هذا الكلام الطيب. والحقيقة يعني هذه المكتبة، هناك كثير من المكتبات يعني اللي تحتوي على أشياء قيمة، لكن يمكن يعني هذه المكتبة فادتنا من خلال هذا البرنامج، وأنت ما شاء الله عليك قدرت يعني تفرغ هذه النوادر أكيد بمهنية عالية وباحترافية. دائما الشغلات الحلوة ودنا السادة المشاهدين يتابعونها ويانا، احنا نقعد نستحضر أو نقعد نسقط ماضينا الجميل على واقعنا الحالي، نخلي السادة المشاهدين يتابعون الماضي وشلون كانت يعني الأجواء في تلك الفترة، مع تدعيم من مقتنيات الموجودة عندك وتأكيد الأخبار، خصوصا الناس اللي يحبون التوثيق فبرنامجنا يعني أعتقد أنه مهيئ لهم، أو أنه يعني يعتبر مرجع بسيط. إحنا ما نبالغ نقول والله مرجع أساسي، لكن مرجع بسيط لبعض المعلومات. أنا أشوف عندك الرأي العام. نعم، هذه طبعا جريدة الرأي العام في 20/9/1987. 20/9 بداية موسم 87-88. نعم. العربي استطاع الظفر بهاللقب. نعم. في بداية الأسبوع الثالث، هذه الرأي العام الرياضي، تصدر طبعا جريدة الرأي العام ملحق رياضي. في بداية الأسبوع الثالث العربي يفوز على الفحيحيل 3-2 وينفرد بالصدارة. سجل العربي 3 أهداف وكاد الفحيحيل يلحق به وسجل هدفين. حقيقة يعني الفحيحيل قبلها بسنة أبو فهد كانوا بطل كأس سمير. صحيح. هذا أفضل فريق مر على نادي الفحيحيل. صحيح. ففعلا يعني شوف يعني العربي بالقصب فاز عليه. هذا اللي قاعد أقول لك يا أبو غازي، يعني ما في أندية كبيرة وأندية صغيرة. هذا طبعا هاي الصحيفة يعني هذا العنوان. هذا يقول يا أبو غازي إنه ما في أندية كبيرة وما في أندية صغيرة. تشوف نعم. نادي الفحيحيل، نادي التضامن، نادي الجهرة ونادي اليرموك كانوا يشاركون نادي العربي والقادسية والكويت وكاظمة والسالمية أيضا. نعم. فكانت المنافسة يعني 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 على 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 قمتها. طبعا الصور هني أخوي أبو فهد، صباح عبد الله الله يرحمه يحرز الهدف الأول وحارس فحيحيل غير مصدق، بلوشي يمر من حمد شامخ ويسدد في المرمى. فاز العربي على فحيحيل 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة تقيمة بينهما مساء أمس استاد صباح سالم بالمنصورية في بداية مباريات الأسبوع الثالث للدوري العام. وكانت نتيجة في الشوط الأول تقدم العربي 1-0، سجل هدف صباح عبد الله من تمريرة جيدة لخالد علي ناصر. أما الشوط الثاني فقد أضاف أحمد عسكر هدف العربي الثاني من ركلة حرة في الدقيقة 3. وهذا عسكر بالتخصص. أيه؟ أحمد عسكر بالتخصص لا يكون خليفة منصور رشيد الجولجي. ما شاء الله أحمد عسكر ترى يعني فعلا يمكن هو أفضل من أفضل 3 بطولات للنادي العربي. أبو عبد الله هو اللي جابها النادي العربي. ما شاء الله. لا من بعد الله تخصص كرة ثابتة. سجل أحمد عسكر هدف ثاني من ركلة حرة في الدقيقة 3. لا عسكر شوف أسكنها المقص الأيمن لمرمى الفحيحيل. وفي الدقيقة 17 أضاف عنبر سعيد هدف العربي الثالث من تسلل واضح على صباح عبد الله. مو متداخل باللعبة. وفي الدقيقة 34 سجل عبد العزيز الهاجري هدف الفحيحيل الأول من تمريرة جيدة للروضان، عايد الروضان طبعا يقصدون، لعبها على يمين سمير سعيد حارس العربي. وفي الدقيقة 42 اختتم حمد الحربي أهداف المباراة وسجل هدف الفحيحيل الثاني لتنتهي المباراة لصالح العربي 3-2. وبهذه النتيجة ينفرد العربي بصدارة وله 5 نقاط في انتظار ما تسفر عنه مباراة اليوم بين النصر والكويت. نطلع فاصل نكمل. أعزائي المشاهدين فاصل قصير ونرجع نتابع الرأي العام وش قالت عن موسم 87-88. فاصل وراجع لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة حلقتنا لهذه الليلة. احنا كنا نتكلم عن مباراة الفيحيل والعربي، والعربي يعني الموز اللي هو الأسبوع الثالث. نعم طبعا عندنا المباراة الثانية يا اخوي، ترى العربي بالموسم هذا فاز على القادسية بداية الموسم 4-1 باستاد محمد الحمد. طبعا المباراة الثانية كانت بين سالمية يفوز على كاظمة، كذلك في الرأي العام الرياضي 1-0 في مباراة متكافئة. هذه لقطات من المباراة، سالمية يفوز على كاظمة 1-0 في مباراة متكافئة، كاظمة كان بطل الدوري وحامل اللقب. نعم طبعا استطاع فريق السالمية، أقول بطل الدوري الموسم نعم اللي طاف، أن يلحق أول هزيمة بكاظمة، يعني كانت أول هزيمة صح بعد فوزه عليه بنتيجة 1-0 في الأسبوع الثالث لدوري الدرجة الأولى، يرتفع رصيده إلى 4 نقاط ويحتل مركز الثاني مؤقتا، بينما يظل رصيد كاظمة 3 نقاط وتراجع المركز الخامس. وبهذا يهدي فريق السالمية الفوز لمجلس الإدارة الجديد الذي سينتخب اليوم، وقد جاءت مباراة متكافئة المستوى. سيطر كاظمة على مجرى الشوط الأول بينما تألق السالمية في الشوط الثاني بعد تسجيل هدف مباراة الوحيد. طبعا يعني نبي نشوف منه سجل الهدف، طبعا سجل حميد عرب من فريق السالمية الهدف الوحيد منذ أول دقيقة من بداية الشوط الثاني. حميد عرب، حميد عرب كان لاعب النادي العربي وانتقل لنادي السالمية، أثر خطأ اتجه للتحكيم فيما بعد، أثر خطأ قاسم حمزة، ويتحمل مسؤوليته خالد الشمري حارس المرمى الذي مرت الكرة من أمامه دون أن يفعل أي شيء، ومع ذلك تألق السالمية وأحسن لاعبون انتشار داخل الملعب، واعتمدوا على التمريرات الطويلة للمهاجمين فشكلوا خطورة على حكم المباراة. طبعا كان دار الحكم غازي القندي، وعاونه يوسف العوضي ويوسف عبد الرضا، أنذر الحكم طارق نجم من كاظمة، ونبيل ليلي وبسام عبد النبي وفهد أحمد من السالمية. فهد أحمد وفهد، طبعا احنا نتكلم عن موسم 87-88، هذا يبين لك حدة المنافسة. مثل ما قلنا ان نادي السالمية استطاع يفوز على حامل اللقب نادي القادسية نادي كاظمة 1-0 بهدف، يعني من اللي عرفناه من الهدف ان الهدف خطأ من خالد الشمري، خطأ هو مقاسم حمد وخالد الشمري، خالد الشمري ابو فيصل غلطة الشاطر بألف، خسرت نقطتين. هذه تحصل يعني خصوصا صحيح. من حراس المرمى ابو فهد، يعني حارس المرمى بالنهاية بشر صحيح، واللاعب بشر. هني طال عمرك كذلك في نهاية الأسبوع الثالث الدوري العام، هذه مباريات قادمة، النصر مع الكويت في لقاء صعب، والقادسية يستضيف اليرموك تعويض في لقاء التعويض، ما شاء الله عليك. طبعا القادسية خسران من العربي 4-1، صورة جمعان العازمي، صورة لخالد السليمي، صورة لفريق نادي الكويت، صورة خبر لفريق تحت نادي القادسية. في خبر موجود تحت هنا حق اشوف صورة مبارك مرزوق، هذه طبعا الصور فهد صحيح، مبارك مرزوق حدر، لا من الصوت يعني هذه مباراة تضامن، سنحت الصبيخات فرصة واحدة ليخرج متعادلا مع تضامن 1-1، هذه مباراة تضامن الصبيخات تعادلوا 1-1، هذه طبعا صحيح، هذه مبارك مرزوق. طبعا الحين مع الخبر الجميل مع مبارك مرزوق نصل إلى فقرة التجوري. نعم. أبو غازي شوف تجوريك. نعم عندنا طبعا طال عمرك هذه الصورة في أحد مدرجات المنتخب الكويت، أشوف يعني جمهور جميل حاملا صور الشيخ جابر وشيخ سعد الله يرحمهم، أشوف هذه صورة مناسبة، أنت الخبير، هذه سلمك الله في استاد صباح السالم في النادي العربي، تصفيات سيول 1988 اللي تقيمت في سيول أولمبياد سيول، هذه التصفيات 87 أعتقد يا مباراة الكويت، وأعتقد مباراة الكويت والعراق. نعم. هذه مباراة الكويت والعراق اللي استطاع فيها منتخب الكويت الفوز بنتيجة 2-1، وائل سليمان والهاجي عبد العزيز الهاجي. نعم. وحرز كريم علاوي هدف جميل، ترى هدف الهاجي فعلا. إيه صحيح، وهدف العراق حرزه كريم علاوي بهالصورة الجميلة هذه. نصل هذا اللي احنا تعادلنا معاهم بالإياب 0-0، لا خسرنا هناك في مسقط 1-0 وطلعنا من البطولة. إيه. نصل أعزائي المشاهدين بهذه الصورة الجميلة إلى نهاية حلقتنا لهذه الليلة، تقبلوا تحياتي وتحيات أخوكم فهد عبد الجليل، لنلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، وفق مع الله.